تعرض حي الشعار وسط مدينة حلب شمالي سوريا مؤخرا إلى عدد من الغارات التي شنتها قوات الطيران التابعة للنظام السوري مستخدمة أسلحة وصواريخ روسية جديدة، الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، إضافة إلى الدمار الواسع في الأحياء السكنية والمباني والممتلكات والبنية التحتية في مناطق القصف. ويرى الأهالي في حي الشعار أن التدخل الروسي في قصف الأحياء السكنية جاء عقب ما أدركت روسيا أن نظام الأسد في سوريا على وشك الانهيار. بالنسبة للتدخل الروسي بسوريا اجى بعد ما انهار الأسد نهائيا، والثورة في قمة عطاءها. التدخل الروسي اجى بعد ما انهارت نهائيا تقريبا الأسد، اتدخلوا الروس وجابوا أسلحة متطورة جدا على البلد، حتى عم بيقصفوا الجبهات القتال وعم بيقصفوا المدنيين، بس المدنيين عم بنضروا أكثر من الثوار او الجيش الحر. ويعني للاسف الشديد يعني اغلب اماكن ضربهم هي المدنيين، واسلحتهم متطوره كثير كثير وكبيره ودمارها كثير، حتى الصاروخ عم تطب على المدني او القذيفه عم تطب على المدني ما عم يسمع صوته نهائيا، وفي اسلحه كيماويه متطوره جدا جدا عم بيستخدموها بسوريا. ما حسينا ودرينا، كنا باكين بالشعار ولجت طياره وضربت صاروخين، قتلت المدنيه، قتلت العالم، قتلت الخلق، طفشنا العالم، لوضع العالم، لوضع الخلق، والعالم بالاراضي وروسيا والصين، والله العظيم هي حاله. كنا باركين بامان وما حسيت الا الطياره كبستنا بصاروخ تبع روسيا، وراح لنا شهداء وراح لنا خلق وراح لنا عالم، والعالم صارت تخاف، عالم انهزمت، العالم هلا بتضبضب. كل الأسلحة اللي عم ننقصف فيها احنا الشعب، وعم تدمر بيوتنا، عم تهجر الشعب ملايين منه بسبب السلاح الروسي. النظام لا يملك شيء لولا روسيا، والآن عندما النظام ينهار يعني نهايته قربت، تدخلت روسيا لتنقذه.